شريعتنا الإسلامية شريعة سمحة لا تعرف الإرهاب ولا تعرف العنف. راحت لوطان بكاتي من دساتيرها. ولا بعرف أقرا ولا أنا سمحت الدستور هيزود لنا المعاشات. دلوقتي الدستور الجديد بيكفل حرية التعبير لكل مواطن. الدستور الجديد هيحافظ على كل حقوق المرأة. الدستور الجديد هيقفل الباب قصاد أي فساد أو استبداد لأي نظام حاكم. الدستور الجديد خلانا قدام القانون واحد، يعني مفيش حد أحسن من حد. بابا قال لي إن الدستور في وقت بتحافظ على حقوق الدم. إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني. انزل شارك قول كلمتك. أنا هنزل وأشارك عشان عايزة بلدي تبقى أحسن. أنا هنزل وهشارك عشان أحقق أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو. أنا هنزل وأشارك عشان خاطر مستقبلي ومستقبل عيالي. وربنا يحرس مصر بإذن الله.